السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو اتحداك ما تحس بالزعل لان الفيديو او لو تشتركوا في القناة نص كده انتم ميدو مشترك وضغط لايك على نص كده عبر عن غير قبل من الفيديو. انا مش عارف اسانسير من الكهرباء ومعنى عن التكاشي ينزل ازاي. واو ينزل من فوق لتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل انا كان بحط الحاجات المرة بتاعي النظام زي بتطبع الصحون او كده بتاع شكل دايرة او شكل حلزون. دي بحط التليفون بيشحن لوحده. دي تليفون اهو بيشحن لوحده. واو بحط ليه من ورا تروح الشحن بتشمل عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة رقيقة عشان يشيلها. بتلاقي مادة لزجة او اي حاجة صوت لغاية مادة لازم. دي بنضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي الجديدة لوك عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة واسرحها عاملة ازاي. مرة روعة مرة روعة حلوة. دي تكتب تقدر تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق الوان زي الواحدة راح كله لازم معايا. بص الالوان كلها دي بص دي نفس زي الاولى دي نفس زي الاولى. دي بص برضه بيعمل بيديه راح كله طالع. واو مرة واحد عايز واحدة زي دي بيشيل الاسمين الخطأ يكون جهة متغلف او شيل التغليف العليم شيل التغليف العليم. دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي بنقول زي لون أسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات لعام ومعروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنيات بقى دي كراتين بتتغلف بتحس بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. دي بقى بجوز اكتب جوز زي برضو ولا تلاقيه برش مع الايدي او برش مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي كان تاكسي نموت تاكسي المطارات نموت طريق تاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية بتتعمل 4 ثواني. دي بنغلف شنط السفر بنغلفها. مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض شكل ارضية. دي بقى اللي فوق في السقف سقف المعلق او الجبسون بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقدام رصاص او العاب مائية. دي لسه بقى تتغلف تتحط في قارتين تتغلف على فوق. واو دي برضه حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لفه على بتاع هيلفه على لغة هيلفه بعد كده يروح هيغلف في الباب هيغلف في الباب. دي بيض شايل بتاع الواو حط مادة عند الواو عند أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور تنس كور صغيرة دي من هلزك. دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيتلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي شكل بتاعت الورق ديت